هذا الأمريكي ينتظر قراراً لوقف إعدامه، أو ربما ساعات فقط تفصله عن تنفيذ الحكم ضده بحقنة قاتلة. روبرت روبرتسون البالغ من العمر 53 عاماً، متهم بالقتل لحالة مرتبطة بتشخيص يعرف باسم متلازمة هز الرضيع. فماذا نعرف عن هذه المتلازمة؟ Are you afraid of dying? I'm not afraid. I don't want to die, but I'm not afraid of dying. Why? Why? I know I'm going to heaven. روبرتسون أدين بقتل ابنته البالغة من العمر عامين في عام 2002 في مدينة فلسطين الواقعة شرقي ولاية تكساس. الأطباء حينها شخصوا سبب وفاة طفلته بأنه إصابتها بمتلازمة هز الرضيع المعروفة طبياً أيضاً باسم صدمة الرأس المؤذية التي يسببها هز الطفل بقوة أثناء صغره أو عندما يصاب رأس الطفل من أي تأثير عنيف آخر مثل رطمة بالحائط أو رمية على الأرض. Robert Robertson is an innocent man. There was no crime committed. He was convicted under the now defunct and debunked rule of shaken baby syndrome hypothesis, which is now declared null and void by scientists, doctors. ولطالما أعلن روبرتسون براءته، كذلك أكد محاموه بأن إدانته استندت إلى أدلة علمية خاطئة، وإذا ما نفذ الحكم بحقه سيكون أول أمريكي يدان بالقتل بسبب هذا التشخيص.